وصعدت الأسهم الأوروبية اليوم إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، مدعومة بنتائج أرباح قوية لشركات منها بنوك مثل يو بي إس السويسري ويوني كريدت الإيطالي، إضافة إلى معنويات متفائلة بخصوص خفض الفائدة. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بعدما أغلق عند أعلى مستوى في أسبوع في جلسة أمس. وقفز سهم يو بي إس 0.3% بعدما أعلن البنك زيادة صافي الربح في الربع الأول بنحو 3 أمثال. في أول ربح فصلي يحققه البنك منذ استحواذه على منافسه كريدي سويس، وصعد مؤشر الخدمات المالية 1.8%. كما ارتفع سهم يوني كريدت ثاني أكبر البنوك الإيطالية بنحو 3%.